برعاية دولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور، افتتح في العاصمة الأردنية عمان مؤتمر أعمال البصرة الذي سيناقش فيه الخط الاستراتيجي النفطي بين البصرة وميناء العقبة وبعض المشاريع التي تعنى بإعمار البصرة. البصرة يا سادتي هي زرقاء اليمامة العراقية والمدينة الأولى في الإسلام، مدينة الأنهر والشواطئ. افتتح المؤتمر بكلمة الدكتور ماجد الساعدي رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن، تلاها كلمة لممثل رئيس الوزراء الأردني وزير الدولة لشؤون الطاقة خليف الخوالدة، تحدثوا فيها عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتعزيز هذه العلاقات بهذا المشروع الكبير. هذا المؤتمر مؤتمر استراتيجي للبلدين الشقيقين الأردن والعراق، وهو يتعلق بخط النفط الاستراتيجي بين البصرة والعراق. وفي هذا المؤتمر يعني بعد من أبعاد التكامل والشراكة بين البلدين الشقيقين ينعكس بفوائد ليس فقط على الجانب الحكومي بل أيضا على الجانب القطاع الخاص، ويفتح فرص من العمل المشترك بين القطاعين الخاص في الأردن وفي العراق بالإضافة إلى أي شركات عالمية في مجال هذا الموضوع. وإن تكلمنا عن الغاز الطبيعي فإننا نتكلم عن أكثر من مليار قدم مكعب قياسي يتم إنتاجها من البصرة. يذكر أن كلفة مشروع مد أنبوب النفط من البصرة إلى ميناء العقبة 18 مليار دولار، ويوفر 10,000 فرصة عمل داخل العراق و3,000 فرصة عمل داخل الأردن. هذا المؤتمر بالحقيقة هو واحد من المؤتمرات المهمة اللي عقدت لأهمية البصرة وما في البصرة من مشاريع كبرى. حديث عن الأنبوب الماء الممدود من البصرة إلى العقبة، هذا مشروع استراتيجي كبير سيساعد البصرة والعراق والأردن، إضافة إلى تشغيل أيدي عاملة تتجاوز 10,000 فرصة عمل. هذا الموضوع أنا أعتقد إضافة للجانب الاقتصادي هو الجانب الاجتماعي اللي نعتقد لابد من تقوية العلاقات بين الشعوب. الحقيقة قناة الرشيد نعتز بها لأن هي واحدة من الرعاة لهذا المؤتمر. المؤتمر هذا هو مخصص للمشاريع الاستثمارية الموجودة في البصرة بالإضافة إلى الخط الاستراتيجي الذي يمتد من البصرة إلى العقبة. توأمة بين البصرة والعقبة أول غيث مشروع الخط النفطي الاستراتيجي بين العراق والأردن، وستليها منافع كثيرة يستفاد منها أبناء كلا البلدين الشقيقين. هذا أبرز ما جاء في اليوم الأول لمؤتمر أعمال البصرة. من العاصمة الأردنية عمان، غسان عدنان، قناة الرشيد الفضائية.